سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم عبر قناتكم المفضلة دائما وقناتنا قناة الأبطال قناة النادي الأهلي، حيث يسعدني أن أكون معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث ووقائع أولى لقاءات السيمي فاينال أو الدور قبل النهائي في منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 39. النادي الأهلي اللي قدام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء بينزل لأرض الملعب انطلاقا واستعدادا لبدء المباراة، بيواجه بطل السوبر الأفريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي. بيترو أتلتيكو الأنجولي مشاهدينا الأعزاء بزيه الأزرق، التيشيرت الأزرق والشورت الأصفر. أما النادي الأهلي فهو أمام حضراتكم بكل نجمات النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي اللي إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذا اللقاء، اللقاء الهام واللقاء الناري واللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين، لقاء قبل النهائي. وهي لاعبتنا أمينة عاطف وفرح حازم وماتيا ونصرة عيد عبد الملك وروان سعيد ومنة الله وغادة حسام وشهد الشواربي وناتاشا ودونجو كامارا ورنا راضي، كل لاعبتنا الحقيقة اللي بيؤدوا في هذا اللقاء، وسارة حسام وملك أحمد وأمينة هشام. جهاز فني للنادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني وكابتن هشام عبد الوهاب ميشو والكابتن محمد عبد الوارث والكابتن خالد عثمان لحراسة المرمى و زينب عبد الحليم لإصابات الملاعب والعلاج الطبيعي. أما بيترو أتلتيكو مشاهدينا الأعزاء رقم 1 أنا أوليفيرا، رقم 2 نانجانجا فيلما، رقم 3 مادلينا فونجي، رقم 6 أرسليما باتريسيا، رقم 7 كريستينادا كوستا، رقم 8 نيرا جوانا، رقم 11 فيلما دا سيلفا، رقم 12 ماريلا كوازيليتي، رقم 13 استيفانيا فينانكو، رقم 14 تياني كاسترو، 16 تريسا ديليميدا، 18 كلوديا جوزي، 23 جوليما ماجومبو، 92 سوزيت إيزابيل، ورقم 95 تريسا بومبا تشازا. الجهاز الفني نيتو إدغار دا سيلا، مارسيل زاناغا، نيلسون بوليفار وبيسا ديسو. حكام لقاء اليوم مشاهدينا الأعزاء طاقم التحكيم من كوت ديفوار جويل وكون من كوت ديفوار، وهذه الصورة التذكارية قبل انطلاق المباراة لنجمات وبطلات النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق وكل الفرحة والسعادة توصل إلى كل جمهور وعشاق ومتابعين النادي الأهلي اللي بيأدوا وبيأزروا الحقيقة لكل، سواء كان فريق السيدات رجال النادي الأهلي ونجمات النادي الأهلي أو فريق الرجال، وهذه في المعسكر الآخر بطل السوبر الأفريقي وحامل لقب السوبر الأفريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي. مباراة قوية زي ما استمعنا في الاستوديو التحليلي من الزميلة مريم سميح وأيضا من نجمات كرة اليد في النادي الأهلي السابقات كابتن سلوى عثمان، كابتن سلوى محمود عفوا، والكابتن مي هشام. وآدي تحية هو من الكابتن خالد عثمان. وهنبتدي على بركة الله إن شاء الله، متبقي خلاص حوالي أقل من ثواني قليلة، نتمنى كل التوفيق كابتن محمد عادل زولا ونظرة الترقب
والثقة في لاعباته اللي إن شاء الله نأدي لقاء قوي ونختمه بالفوز إن شاء الله بأحداث هذا اللقاء. صافرة انطلاق المباراة مشاهدينا الأعزاء، تشكيل بيترا أتلتيكو في الملعب رقم 6 أرسليما باتريسيا في الجناح اليمين، و95 تريسا في الباك رايت، وعلى شمالها 92 كصانعة الألعاب. تغيير والتقاطعات ما بين الجناح اليمين كده وبيطلع وهتحاول توصل كرة على الدايرة، لكن الدفاع الأهلاوي يقطع الكرة ومتابعة عليها من اللاعبة رقم 6 الجناح اليمين اللي قلت لحضراتكم عليه عليها. باتريسيا استلمت وعملت متابعة وأحرزت أولى الأهداف، وادي ماتيا وأول أسيست بتحاول تعمله مع مين بقى؟ مع نجمة الدايرة ليلى هيثم، لكن يقطعها الدفاع وترجع تاني للهجوم الأهلاوي. رانا راضي في الباك ليفت، دونجو كامارا في الباك رايت، وأمينة عاطف في الجناح اليمين، وادي من دونجو لرانا راضي وتقع الكرة من إيديها ويقطعها الدفاع الأنجولي وتروح بيها فاست بريك سريع عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبة رقم 92 صانعة الألعاب سوزيت إيزابيل. تحرز تاني أهداف اللقاء مشاهدينا الأعزاء لصالح بيترو أتلتيكو 2 لا شيء النادي الأهلي. النادي الأهلي قلت لحضراتكم على تشكيله، وبتنزل وتعدي ماتيا بقى برشاقة ومهارة وتغيير اتجاهات جميل، وتخترق وتتعمق في عمق الدفاعات الأنجولية وتحرز أول أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء عشان تعدل النتيجة إلى 2-1 لصالح بيترو أتلتيكو الأنجولي. وبتلعب رقم 11 فيلما دي سيلفا في الباك ليفت، وادي تاني حاولت وتوصيل الكرة على الدايرة كده من صانعة الألعاب لبيترو أتلتيكو، لكن الدفاع الأهلاوي صاحلها بيلعب في عمق الدفاع بقى، بتلعب ناتاشا جنبها ليلى في مراكز ثلاثة الدفاعية، وعلى يمينهم وشمالهم أمينة، وادي كرة تانية باختراق وتوغل عن طريق اللاعبة قلت لحضراتكم رقم 95 تريسا، تخترق كده من بين مركز واحد واثنين، وادي كرة جميلة وسريعة وحلوة جدا 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 من ماتيا إلى رنا راضي، ومن رنا راضي إلى رقم 4 أمينة هشام اللي بتخش من الجناح وتوسع لنفسها، لكن تصويبة بره الملعب وبره الثلاث خشبات وتبقى رمية مرمى ويضيع هدف مؤكد على النادي الأهلي. أمينة عايزين تأكيد على إنهاء الهجمات والتخليص في الشباك الأنجولية اللي إن شاء الله يكون ليها السيطرة. وادي كرة تانية اهي ومحاولة الاختراق، لكن دفاع قوي من ليلى وناتاشا هم وبيحيوا بعض وقافلين تماما على الهجوم. وكرة تانية برضو هي هي كلاكيت كوبي بيست من اسلوب لعب وطريقة اداء الفريق الانجولي، ويحرز بيها بيترو أتلتيكو الهدف الرابع عشان يزود النتيجة والفارق إلى 3 أهداف 4 بيترو أتلتيكو 1 النادي الأهلي، وإحنا بنلعب في الدقيقة 5 أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. جات دونجو كامارا في نص الملعب كصانعة ألعاب للنادي الأهلي، وراحت على يمينها ماتيا ورانا راضي. هنشوف بقى رانا راضي وتصويباتها وتحركاتها ماتيا، وآدي دونجو كامارا بتصوب وتتصدى حارسة المرمى اللي قافلة المرمى تماما. جوليما ماجومبو وتمنع تصويبة كامارا القوية من الوصول للشباك الأنجولية، وتبقى رمية مرمى وهجمة مع الفريق الأنجولي. تاني
تغيير في المراكز وتقاطعات وتطلع 13 لاعبة الدايرة وتنزل برضو الكورة بعد قطع الباك ليفت الباك رايت عفوا الظهير الأيمن رقم 95 تريسا نزلت على الدايرة واخترقت وعملت خداع كده بأنها هتمرر الكورة لكن دخلت واستغلت الثغرة الدفاعية اللي كانت موجودة وادي كورة تانية بترد عليها ليلى من على الدايرة وتستلم وتصوب وتحرز إلى هدف التاني 5 بترو أتلتيكو 2 وادي كورة لا ده المرة دي بقى مش ليلى المرة دي فرح أمينة هشام من الجناح اليمين بتعوض التصويبة الماضية بتاعتها اللي صوبتها بره الملعب وتبقى الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي بيقلب بترو أتلتيكو طريقته الهجومية الأربعة 4-2 وادي بقى منا اللي قفلة تماما ابتدت تتصدى بقى ودونجو كمارا بتخترق وتتوغل وتسجل وتصوب وتحرز الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي محترفة السنغالية في صفوف النادي الأهلي أمينة بتمرر الكرة لدونجا كمارا هي عملت نفس برضو الطريقة ان هي هتمرر وعملت الخداع الشمال يمين شمال لان هي لعبة بتلعب بايديها اليمين من الشولة في مركز الظهير الايمن وتخترق ما بين المدافعات رقم 1 و2 في صفوف بترو أتلتيكو وتحرز الهدف الثالث النادي الاهلي بيلعب طريقة دفاعية 6-0 وبرضو كرة على الدايرة وتقع وتلمها على طول وتروح دونجو تاني لكن كان فيها صفارة وادي برضو إشارة الأربع خطوات على كمارا وتبقى فاول لصالح بترو أتلتيكو وادي الجمهور اللي بيعازر من المدرجات صوته واضح قدام حضراتكم بيشجع فريق النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي ونتمنى لهم كل التوفيق في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام هيوصلوا لمكان لم يوصلوا له قبل كده وده طبعا في حد ذاته هدف وتارجت ان شاء الله وبتخترق دلوقتي اللاعبه هي قدام حضراتكم في الاعاده وتخش فرح تاني بعد ما احرز بترو أتلتيكو الهدف السادس تخش فرح امينه هشام عفوا من الجناح الشمال الوينج ليفت للنادي الاهلي وتصوب وتحصل على رميه جزائيه وايقاف لمده دقيقتين لصالح على الدفاع الانجولي وبتنزل دلوقتي حارسه المرمى رقم 1 انا أوليفيرا هتتصدى للرمية الجزائية اللي هتصوبها ماتا وادي ماتا اهي او ماتيا بتحرز على يمينها أرضية الهدف الرابع عشان تقلل الفارق الى 4 النادي الأهلي 6 بترو أتلتيكو في الدقيقة 9 من زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء ادي الكابتن عادل اهو بيطلب من مدافعات النادي الأهلي وادي نزلت دلوقتي رقم 9 في صناعة الألعاب وتغيير كده والتحركات دفاعية وهتوصل الكرة للجناح الشمال اللي رفع ايديها لا وما زال النادي الأهلي قافل منطقة مرماه تماما وقافلين على لاعبة الدايرة تنفيذا لتعليمات زولا المدير الفني للنادي الاهلي اهو وتصويبه وتتصدى القائم بقى وتتبعها ناتاشا ومنها لماتيا وتروح ماتيا لوحدها لناتاشا وتخش ناتاشا وتصوب ناتاشا لكن حارسه المرمى رقم 16 تريسا دلميدا تتصدى للتصويبه والفاست بريك اللي كان رايح على موجتين كده او ثلاث موجات وتمنع الكوره من الوصول للشباك الأنجولية كريستينا رقم 9 اللي نزلت في صناعة الألعاب هنا وتوصل الكرة تاني إلى كريستينا وتحاول تصوب لكن ليلى الصخرة الدفاعية بقى في دفاعات النادي الأهلي
وبتعاونها ناتاشا المحترفة. وادي منا تتصدى بكل رد فعل والرفليكس هايل لتصويبة سوزت إيزابيل. اهي منا بالرغم ان هي كانت رايحة ناحية اليمين والتصويبة كانت على شمالها، الا ان منا تصدت للكورة تصدي ولا اروع الحقيقة، وتمنع الكورة والهدف من الوصول للشباك الاهلاوية. ماتيا لكمارة على يمينها، لرنا راضي، لليلى، لرنا، تمرير كرات كده ما بين الخط الخلفي للنادي الاهلي. وادي كمارة، وابتدى بترو اتلتيكو يلعب بطريقة دفاعية 5-1، وتخترق بقى رنا راضي وتستغل الدفاع المفتوح في عمق دفاعاتها. اهي بترو اتلتيكو الانجولي ولقت السكة مفتوحة وراحت رنا راضي وصوبت، ومعاها تحرز اولى اهداف رنا راضي في هذا اللقاء، والهدف الخامس لصالح النادي الاهلي عشان تعدل النتيجة الى 6 بترو اتلتيكو 5 الاهلي. وبنلعب في بداية الدقيقة 11-12 مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. على الدايرة 13 استيفانيا اللي قدام حضراتكم مستنية الكورة توصل لها. الكورة تتلعب تمريرة عرضية لكن بره الملعب، وكان فيه دفعة وصفارة من طاقم التحكيم الكوت ديفواري. اهي شايفين ليلى وناتاشا طلعت كملت معاها كمان، اجبرتها ان تطلع الكورة في الاوت، لكن الدفعة اتحسبت فاول وصفارة ورمية حرة لصالح بترو اتلتيكو. لعبتها على طول سوزت ايزابيل، وتاني كورة لاستعجال. في فرق يا نجمات ما بين السرعة وما فرق ما بين التسرع. الهجمة الماضية دي كان فيها تسرع في رمية الإرسال أو السنترة، وقعت الكورة وجت في رجليهم وحسبت فاول على النادي الأهلي، ورد بيها على طول بترو أتلتيكو عن طريق استيفانيا رقم 13 تستلم الكورة وتحرز الهدف الثامن. عايزين نقلل من أخطائنا، اللقاء قريب، يمكن لقاءات بترو أتلتيكو مشاهدينا الأعزاء في دور المجموعات كانت نتائجهم مش قد كده، برغم ان هم فازوا في الأربع لقاءات بتاعتهم اللي واجهوها أمام سبورتك السكندري، فازوا نتيجة 26-20. وادي دونجو كمارة تاني توصل الكرة الأمينة، وهنكمل لحضراتكم النتائج تاني بعد ما نشوف الهجمة دي هتخلص على ايه. دونجو محاولة التوغل والاختراق لكن صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. أمام مكنن التونسي بترو أتلتيكو فاز بنتيجة 26-23 بفارق 3 أهداف فقط. ثم أمام فانز الكاميروني وأمام دي جي إس بي كانت النتيجة 33-17 و23-17، يعني الفارق أمام فريق سبورتنج كان 6 أهداف وأمام الفريق التونسي مكنن التونسي كان 3 أهداف، يعني لقاء مش بعيد على نجمات وبطلات النادي الأهلي اللي إن شاء الله نتمنى فوزهم في هذا اللقاء ووصولهم إلى المباراة النهائية إن شاء الله. نعتذر لحضراتكم على انقطاع الصورة من المصدر، وهنكمل لحضراتكم لما يعود. وهي رجعت الصورة تاني مرة أخرى. كورة وتتصدى منا تاني، تتصدى لتصويبة برضو الباك رايت تريسا اللي بتنزل وبتخترق الدفاعات، لكن منا الحقيقة عاملة مباراة رائعة حتى الآن مشاهدينا الأعزاء. نزلت بقى روان سعيد في الباك ليفت اهي قدام حضراتكم، وعمل التقاطع ما بينها وما بين ماتيا. دونجا لروان، هتحاول روان تعدي وتخترق لكن كان قافلين عليها الدفاعات الأنجولية. بعد ما عدلوا طريقتهم الدفاعية إلى 5-1 بيلعبوا رقابة 5 هم قدام حضراتكم على 6 متر، وواحدة اللاعبة رقم 23
جوليما ماجومبو. وادي كان في برضو محاوله اختراق كده من ماتيا، لكن كان فيها صفاره ان هي بعد ما راحت ماتيا عملت اختراق وتوغل وحسبوها ان هي نازله جوه السته متر قبل التصويب، وتوصل الكوره للجناح باتريسيا رقم سته، توسع لنفسها من الوينج رايت وتصوب وتحرز. اهي شايفين حضراتكم الارتقاء بتاعها موصلها فين، وموسعه لنفسها وتحرز الهدف التاسع. 9 بيترو اتلتيكو، 6 النادي الاهلي. ومنتصف الشوط الاول مشاهدينا الاعزاء، دونجو كامارا توصل الكره لامينه وتخش امينه بتصويبه ثمينه في الشباك الانجوليه تحرز الهدف السابع. اهي الاعاده من مخرجنا دكروري على طول اللي فيها كل الافاده، وتوجيهات كابتن زولا على طول، توصل الكره تاني للجناح وتخش تاني باتريسيا، لكن منا بقى قافله وصحصحها لها بقى المره دي، ورايحه ماتيا على مهلها وبتنزل روان سعيد في الباك ليفت مكان رانا راضي، وبتنزل ايضا ساره حسام في الوينج رايت مكان امينه روان. هتعدي روان ولا هتفوت، هتمرر ولا هتشوط، بترجع تاني وبتقف على كورتها بتحاول تعمل خداع المروحه كده، لكن الدفاع قوي من استيفانيا، وتخش روان وتوصل الكوره، وكان فيها صفاره ان الكوره طلعت رميت جانب ولا ايه، لا احتسبها فاول عكسي على روان. ورايح بيترو اتلتيكو سوزيت ايدابيل بتمرر الكوره على يمينها تريسا وعلى شمالها فيلما دي سيلفا، وتقع الكوره فرح بتدافع دفاع قوي. اهي شايفين الاعاده، وتوصل الكرة تاني، اتلعبت الرمية الحرة ووصلت إلى اللاعبة رقم 92 اللي حاولت تتوغل وتحصل على رمية جزائية. إيزابيل في مواجهة مين؟ في مواجهة منا، إيزابيل ولا منا؟ وإيزابيل تحرز الهدف العاشر على شمال منا في الشباك الأهلاوية. عايزين نقلل أخطائنا في الحالة الهجومية يا نجمات النادي الأهلي، وطبعا كابتن محمد عادل هيبقى له توجيهات لفرقته في هذه الأخطاء. ونزلت دلوقتي شاهد الشواربي على الدايرة، وتوصل الكورة في الجناح اليمين وتخش مين؟ هل هي روان اللي دخلت من الجناح؟ لأن التصويبة كانت باليد اليمنى، وفعلا روان، لكن لسوء حظها تصطدم بأسفل القائم وترجع تبقى رمية مرمى مع كرة مع حارسة المرمى، ويلعبها على طول بيترو أتلتيكو توصل لأرسليما اللي نزلت دلوقتي الجناح اللي قطعت وغيرت مكانها ونزلت على الستة متر، وكرة تانية تخش تريسا من الجناح بقى وتصوب، لكن منا أفللها منطقة مرماها تماما وأفللها التصويبة. وآدي واضح الغضب على وجه كابتن محمد عادل من الأخطاء اللي بتحصل من فرقته، وبتخترق ماتيا تاني، وكان فيها دفاع قوي وتحصل على فاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. ماتيا لكامارا لروان، لسارة حسام اللي نزلت في الوينج رايت مكان أمينة زي ما قلت لحضراتكم. ماتيا تعمل الدوران وعلى الدايرة الليل لشهد، لكن
يقطعها الدفاع الأنغولي وتقع ماتيا على الأرض. وبيطلب لها الحكم الجهاز الطبي للنادي الأهلي، لكن حاولت ماتيا ان هي تقوم عشان ما تطلعش ثلاث هجمات. واهو اشاره الحكم واضحه قدام حضراتكم ان اللاعب او اللاعبه اللي بيقعوا في ارض الملعب وبينزل لهم الجهاز الطبي بناء على استدعاء الحكم، فكده بتخرج بره الملعب ثلاث هجمات، ما تشاركش مع فرقات مع فريقها لحد ما تعدي الثلاث هجمات، وبعد كده ترجع تستكمل اللقاء. نزلت كريستينا في صناعة اللعبة هي قدام حضراتكم، وعلى يمينها تريسا. كريستينا لتريسا، وعلى شمالها فيلما دا سيلفا. وكرة تصويبة عكسية ومتابعة تاني من تريسا. رقم 95 اللي راجع قدام حضراتك اهي، وتحرز الهدف ال11 في الشباك الأهلوية عشان تزيد الفارق إلى 4 أهداف. مش عايزين الفارق يتسع، ولازم وأكيد كابتن محمد عادل هيبقى له توجيهات للاعباته عشان الفارق ما يزيدش. دونجا كامارا لرنا راضي، لدونجا كامارا، لروان، لكامارا، لراضي، وتخش كمارة. وادي في اعاقه على الوجه كده من رقم 13 استيفانيا، وتقع دونجا كمارة. لكن هنا لو نزل لها الجهاز الطبي مشاهدينا الكرام اهو شايفين الاعاده، الضربه كانت على الوجه، فبتحصل على عقوبه الايقاف لمده 2 دقيقة. وبتنزل لها الكابتن زينب عبد الحليم، بتقدم لها الاسعافات اللازمه. وهنا ما تخرجش بقى دونجا كامارا الثلاث هجمات اللي كنا بنقول عليهم في حاله ماتيا. ليه؟ لان كان فيها عقوبه هنا على الدفاعات اللي ارتكبت المخالفه، وهنا ما تخرجش بقى الثلاث هجمات، تستكمل عادي اللقاء مع زميلتها بعد ما تقوم بالسلام. قامت دونجا كامارا ولعبنا رنا راضي، روان، كامارا لرنا، عرضيه قطريه ليه روان، من دونجو إلى أمينة، تاني رنا، هتعدي رنا لكن دفاع قوي عليها. شاهد لرنا لدونجو، وتصويب الدونجو بقى الثبتة اللي احنا متعودينها منها، لكن كانت صحيالها تريسا دالميدا. وتتصدى وتبقى رميه مرمى لصالح بيترو اتليت. جت دلوقتي سوزيت ايزابيل في الباك رايت، وفليما دا سيلفا في الباك ليفت، وفي الجناح زي ما هي باتريسيا وكريستينا في صناعه الالعاب. تمريرات وكوره وتقاطعات وتغيير في المراكز، وتوصل الكوره للجناح الشمال منا، لكن بتنجح الوينج ليفت اللاعبه رقم 8 نيرا جوانا ان هي تحرز الهدف ال 12. وعشان تزيد الفارق الى 5 أهداف وتبقى النتيجه 12 بيترو اتلتيكو 7 النادي الاهلي. وعلى طول زي ما بقول لحضراتكم بيطلب كابتن محمد عادل الوقت المستقطع التايم اوت على طول عشان يوجه فرقته ويحاول يوصلهم الى تقليل الاخطاء واهدار الفرص اللي بتتم دلوقتي. وادي الكابتن محمد اهو قاعد وبيوجه فرقته تماما، وتعليماته اهي وانفعالات كلا المديرين الفنيين. قلنا لحضراتكم على لقاءات
بيترو أتلتيكو في الدور الأول. أما بالنسبة للنادي الأهلي ففي دور المجموعات الأهلي فاز على أوتول كانغولي 30-26، تاني مباراة هابيتات الإيفواري 39-15، تالت مباراة أول أغسطس الأنجولي 30-38 لصالح أول أغسطس الأنجولي، وآخر لقاء كان أمام النواصر المغربي 42-12 لصالح النادي الأهلي. وفي ربع النهائي قابل مكنين التونسي وفاز النادي الأهلي 31-22. انتهى الوقت المستقطع التايم أوت اللي طلبه الكابتن محمد عادل، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. وبتنزل لاعبات النادي الأهلي اهي، رنا راضي ودونجو كمارا في نص الملعب، وروان سعيد في الباك ليفت. الكرة حاولت روان ان هي تمرر لأمينة، لكن كان الدفاع قوي وقافل تماما، في نقص عددي في صفوف بيترو أتلتيكو، لكن قطعوا الكرة وعملوها هجمة مرتدة، حاولوا يحطها في المرمى الخالي، لكن منا كانت نزلت ومسكت الكرة وتصدت لها بكل سرعة ومهارة. وادي اهو بيلعب الكابتن محمد عادل 4-2 على الدايره، رنا راضي وتصوب رنا لكن في القائم وتتلم ليلى، وكان كل اللي في الصاله بيطالبوا برميه جزائيه لان كان فيها اعاقه لليلى هيثم وهي بتصوب. لكن ما احتسبش طاقم التحكيم اي حاجه، ادي واضح اهو تعجب الكابتن محمد عادل بقى خارج الخطوط الملعب على قرارات الحكم. تاني ايه كوره عن طريق اللاعيبه رقم 11 فيلما دا سيلفا، حاولت تعمل فنت خداع لكن كان فيها خطوه زياده واحتسبت فاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. اتلعبت على طول وصلت لرنا راضي في الباك ليفت الظهير الايسر، وادي تريسا دلميدا قفل المرمى تماما ونزلت دلوقتي متى، وطلع برضو الدفاع اهو يلعب 5-1، وتوصل من ماتيا الى كمارا ومن كمارا الى الشباك الانجوليه عشان تسجل الهدف الثامن لصالح النادي الاهلي. دونجو كمارا اهو شايفين دخلت واخترقت بين 1 و2، وعلى يمين تريسا دلميدا حارسة المرمى في الزاويه البعيده الهدف الثامن. الفارق بقى 5 أهداف وداخلين خلاص على المنحنى والمنعطف الأخير من الشوط الأول في آخر 5 دقايق، بنلعب في الدقيقة 25. كرة تانية سريعة بيحاول إيزابيل إن هي تخترق وتوصل الكرة إلى فليما دي سيلفا وتصويبة وبره الملعب، وتلمها على طول منه تلعبها لماتيا لرنا راضي، هتروح رنا وتلعب الكرة عكسية لأمينة لدونجو كامارا لراضي، وماتيا تحاول تصوب ماتيا، وإشارة الحكم إن هي نزلت جوه الستة متر لكن كان فيها دفاع من داخل الستة متر. يعني لو في الإعادة هنشوفها مشاهدينا الأعزاء كرة يعني الحقيقة واضحة جدا ان هي الدفاع كان داخل الستة متر، دفاع من الداخل. وادي الكابتن محمد عادل اهو واعتراض على قرار الحكم، يا ريت مخرجنا هي هيوضح لنا الكرة اهي، شايفين حضراتكم ان كان فيها دفاع من داخل الستة متر ونزلت ماتيا ما صوبتش، وبتقول اللاعيبة اهو انت بدافعة من الداخل لكن طاقم التحكيم كان مشاور برمية فاول 6 متر او رميه مرمى بقى تحتسب لصالح بيترو أتلتيكو، وبيوقف طاقم التحكيم ومراقب المباراه سميه ابيو
وبتطلب من طاقم التحكيم انه يدي كارت اصفر وانذار للكابتن محمد عادل نتيجه اعتراضه على هذا القرار. قرار غريب الحقيقه مشاهدينا الكرام. 13 بترو اتلتيكو، 8 النادي الاهلي، بنلعب في الدقيقه 27 وان شاء الله لسه فيها ولسه بدري لقادرين وقادرات نجمات وبطلات النادي الاهلي على التعويض وتقليص الفارق. وادي ماتية هتخش بقى المره دي، لكن حارسة المرمى قافلة تماما وبتعمل متابعة دونجو كامارا وبكل غل وكل التصويب. شايفين حضراتكم قافلة تماما المرمى نتيجة الحجم الكبير اللي حضراتكم شايفينه، لكن أي تصويبة بعيدة عنها اللي تبعتها دونجو كامارا وصوبتها في المقص تحرز بيها الهدف التاسع. تاني كلام اهو بره على الدكه وبيطلبوا روان. تاني هتصوب ومنة تتالق وتتصدى تصويبه من الثبات من تريسا تصدها منة وتلعبها ماتية الى امينه، لكن في اسفل القائم الشمال في الزاويه الضيقه وتطلع رميه مرمى لصالح بترو اتلتيكو. ابتدى كل الحاضرين في الصاله المغطاه صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره اللي بيحتضن البطوله، وادي حوار ما بين ماتية والكابتن محمد عبد الوارث، وهي في المعسكر الازرق بقى معسكر بترو اتلتيكو. هنا الجهاز نيتو ادجار داسيلا بيدي تعليماته لفرقته على الأخطاء الدفاعية اللي بيعملوها، وأيضا الكابتن محمد عادل هيطلب طبعا زي ما قلت لحضراتكم، قلنا لحضراتكم عندنا نسبة التصويب لازم تتحسن ولازم نركز فيها شوية. أي تصويبة بعيدة عن أطراف حارسة المرمى سواء كان إيديها أو رجليها، لو بعيد عنها يعني هنقول بإيه؟ ب10 سنتي 20 سنتي ما بتقدرش تتصدى لها نتيجة الوزن الزائد اللي شايفينه قدام حضراتكم أهو في الكاميرا. انتهى الوقت المستقطع واستأنفنا اللقاء، بنلعب في الدقيقة 29 من زمن وأحداث الشوط الأول، متبقي خلاص حوالي دلوقتي داخلين على دقيقة وخمس ثواني تقريبا. 12 بترو اتلتيكو، 9 النادي الاهلي. غيروا طريقتهم الى 4-2 دفاعية بنزول 2 فراودة، وادي صفارة وفاول عكسي على الهجوم الانجولي. رايحة ماتية بالكورة تعمل خداع وتلف، لكن كان فيها دفاع من فيلما دي سيلفا وصفارة وفاول لصالح النادي الاهلي. لعبه رنا راضي لماتية لدونجو كامارا، هتعدي ماتية وتمرر لامينه لدونجو كامارا لماتية على الدايره لليلى وتقع من ايدها تلمها رنا راضي. متبقي حوالي 20 ثانيه، دونجو كامارا لماتية للجناح على طول بقى وتطلع ما استلمتش الكوره امينه هشام، طلعت بره الملعب رميه جانب ووقع ماتية تاني نتيجه، وهي بتبكي يعني نتيجه الدفاع القوي اللي كان عليها. الاعاده اهو شايفين حضراتكم الضربه كانت في الوجه فما طلعتش، لكن طاقم التحكيم ما احتسبش اي حاجه وشفنا الاعاده على طول اللي فيها كل الإفادة، وبيدي برضو أهو ثلاث هجمات لأنه لم يحتسب أي مخالفة على الدفاع الأنجولي. متبقي قد إيه؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الثواني القليلة المتبقية. يمكن
بنات ونجمات النادي الأهلي يقدروا يعطلوا الهجمة دي ويقللوا الفارق إن شاء الله. تاني بيترو أتلتيكو حاول يخش لكن دفاع قوي من أمينة، محاولة للتصويب وآدي كان فيها خطوة برضو زيادة لم تحتسب، الخطوة الزيادة الأربع خطوات اللي عملتها الباك رايت تريسيا عملت الفنت بدبدبة رجلين ودي بتحتسب خطوات، مش عارف طاقم التحكيم برضو احنا ما بنعلقش، لكن القرارات الحقيقة يعني احنا مش عارفين فاضل قد ايه، متبقي قد ايه على زمن الشوط الاول. مشاهدينا الاعزاء ياريت لو، وادي روان حاول التاني ان هي تخترق لكن دفاع قوي من ايزابيل، ودونجا كامارا برضو في متناول جسم حارسة المرمى تريسا دالميدا وتتصدى للكرة لان هي الكرة جاية لها مكان ما هي رافعة ايديها مش بعيدة عنها، وادي الكابتن محمد عادل اهو بيقول لها اي تصويبة ايه واضح من اشاراته وتعليماته وتوجيهاته بعيد عنها هتخش في المرمى، فابعدي الكرة عن جسمها تماما. 13 بترو اتلتيكو 9 النادي الاهلي وبنلعب في الدقيقة 30، توصل الكرة للجناح تريسيا وتقع من ايديها وتلمها تاني وتلعبها ليه تريسا على الدايرة وبره الثلاث خشبات تماما، متبقي حوالي 10 ثواني. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وادي الكابتن عادل اهو بيقول لهم يلا على طول روحي وعلى الدايرة لليلى، لكن صفارة ومعاها نهاية أحداث الشوط الأول. مشاهدينا الأعزاء بانتهاء الشوط الأول ما كانش فيه احتساب للفاول، نهاية الشوط الأول لصالح بترو أتلتيكو 13-9. مشاهدينا الأعزاء استراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء مشاهدينا الكرام، ويعود الميكروفون والاستوديو إلى الزميلة مريم سميح في الاستوديو وملاعب الأبطال وأيضا مع ضيوفها الكرام الكابتن مي هشام والكابتن سلوى، فإليهم الميكروفون وإلى اللقاء ونلقاكم مع الشوط الثاني إن شاء الله. سيداتي أنسات سادتي أعزائي ومحبي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى أهلا ومرحبا بحضراتكم، والشوط الثاني من اللقاء الذي يجمع بين الأهلي المصري وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور الأربعة أو الدور قبل النهائي أو السيمي فاينل لمنافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 39. انتهى الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء بتقدم بترو أتلتيكو بنتيجة 13-9، وزي ما سمعنا مع الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء من نجمات السابقات للنادي الأهلي والزميلة مريم سميح على أدائنا وأداء نجمتنا، إن شاء الله هيبقى اللقاء ما زال في الملعب قدامهم 30 دقيقة يقدروا يأدوا فيها مستواهم الطبيعي، اللي لو أدوا بمستوى الطبيعي بعد يمكن نقدر نقول إن إحنا كان في يعني بعض الرهبة كده وبعض الخوف والقلق من اللقاء، لكن اللقاء بعد الشوط الأول اتضح إن هو لقاء في المتناول ولقاء يقدر لحظات قليلة مشاهدينا الكرام وهنستأنف وهنبتدي وينطلق الشوط الثاني مع حضراتكم. رمية الإرسال مع النادي الأهلي إن شاء الله يستغلها
لاعبات الاهلي ونجمات الاهلي ان هم يقدروا يقللوا الفارق مع اولى هجمات الشوط الثاني. وانطلقت صافره طاقم التحكيم الفواري اللي بيحكم لهذا اللقاء، وادي صوت الجماهير تهل في المدرجات بتؤازر وبتشجع نجوم ونجمات النادي الاهلي في هذا اللقاء. دونجا كامارا لماتيا، لكامارا لماتيا، قافلين تاني، رجعوا تاني بيترو اتلتيكو الى دفاعهم 6-0، وكرة حاولت تمررها على الدايرة ماتيا لكن يقطعها الدفاع الانجولي، وارتداد دفاعي سريع للاعبات الاهلي، لكن بتوصل الكرة الى رقم 23 جوليما ماجومبو وتحرز اول اهداف بيترو اتلتيكو في هذا الشوط عشان تزيد الفارق الى 5 اهداف، 14 بيترو اتلتيكو، 9 النادي الاهلي. زي ما كنت بقول لحضراتكم، المفروض ان احنا خلاص، احنا الرهبه اللي كانت موجوده في هذا اللقاء قبل بدايته وقبل انطلاقه راحت، وادي دونجو كامارا وتوغل زي ما كان الكابتن برضو مي هشام بتقول بين الشوطين، اهي واضح ان الثغرات الدفاعيه في مركز 1 و2 سواء كان من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال ما زالت متاحه وموجوده، واستغلتها دونجو كامارا وحصلت على رميه جزائيه لصالح النادي الاهلي. ماتيا في مواجهه مين اللي نزلت دلوقتي حارسه المرمى؟ هل انا؟ وفعلا تنجح ماتيا في احراز الهدف العاشر على شمال اللاعبه رقم 12 ماريليا كوزيلتي. تاني الاهلي اهو بدفاعه 6-0 بتقدم لمنة في حراسة المرمى وناتاشا وليلى في الثلاث مراكز الثلاثات، وادي خطوه زياده كده فيها مشي بالكوره واتلعبت على طول للنادي الاهلي، ومن ماتيا حاولت تعمل الفاست بريك السريع للجناح لكن تطلع بره الملعب وتبقى رميه مرمى تلعبها تريسا دالميدا على طول. ايزابيل في نص الملعب وعلى يمينها تريسا وعلى شمالها فيلما دي سيلفا، وفي الجناح باتريسيا في الوينج رايت باتريسيا، وفي الوينج ليفت نيرا جوانا. ايزابيل تقاطعات وتغيير في المراكز، وبتطلع دلوقتي الوينج ليفت اهي، وكوره ثانيه رايحه بيها ماتيا، هل هتمرر لامينه؟ وفعلا لامينه، وتخش امينه لكن تصدي من تريسا دالميديا. اللي بتطلع عشان في ايقاف دقيقتين وتنزل الجناح الشمال مكانها عشان يهاجموا كاملين العدد وما يبقاش في نقص عددي في صفوفهم في الحاله الهجوميه. وادي ليلى ودفاع قوي في عمق الدفاعات الاهلاويه في مركز 3 كده الدفاعي لصفوف النادي الاهلي، ليلى وناتاشا وعلى شمالهم امينه وتقى اللي نزلت في الباك ليفت، وماتيا بتدافع في الجناح الشمال في رقم 1. تاني تصويبه طاعها على طول ماتيا وتروح لامينه، وتروح امينه لوحدها وتصوب تصويبه على شمال حارسه المرمى ارضيه ما تقدرش تتصدى لها. اهي اي كوره في الارض فعلا جون وهدف في الشباك، وقلل الفرق الى 3 اهداف، 14 بيترو اتلتيكو 11 النادي الاهلي. يلا يا نجمات، يلا يا بطلات، يلا يا فراشات النادي الاهلي، عندكم الرشاقه وعندكم المرونه. وادي تصويبه تاني من فيلما دي سيلفا على يمين منا تعانق الشباك الاهلاويه ومعاها الهدف ال 15. ماتيا لدونجا كامارا لماتيا تاني، طلع الكوره لامينه، تستلم امينه لكن دفاع قوي
ويقفل ورمية حرة وصفارة وفاول لصالح النادي الأهلي. لعبت لدونجو كامارا لماتيا لتقى وتصوب تقى، لكن البلوك يتصدى ومعاها تريسا تعمل متابعة للتصويبة وتتصدى أيضا وتمنع الكرة من الوصول للشباك. هذه تقى اهي التصويبة جت في إيد البلوك الدفاعي، وأيضا وهي بتقع تريسا تمنع الكرة من الوصول للشباك. قطع للجناح كده رقم 8 جوانا، بتنزل عشان يلعبوا 4-2 هجومية، وادي تقطع الكرة ماتية لكن تيجي في رجليها وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي بترو أتلتيكو. إيزابيل لفالما دي سيلفا، بترجعها تاني من فالما لإيزابيل وتصويبة، لكن منا تتصدى. حقيقة منا عاملة تصديات جميلة، ويمكن هي مقللة برضو سبب ان الفارق ما يتسعش حتى الآن في صفوف النادي الأهلي. تريسا وتطلع بقى فالما دي سيلفا، دي سيلفا ارتقاء عالي من بره 9 متر وعلى يمين منه تحرز الهدف ال 16. لسه بدري، بنلعب في الدقيقة 7. والله يا بنات اللقاء لسه في الملعب ولسه بدري جدا، وادي اهو التحركات وقطع امينه هشام تقطع وتنزل على الدايره، وماتيا منها لامينه هشام تستلم وتستفاد من القطع اللي عملته على الدايره بقى بعد ما عملت قطع عكسي تاني ورجعت في اتجاه لمركزها في الجناح الشمال واستلمت الكوره من ماتيا واحرزت الهدف ال 12 لصالح النادي الاهلي. تاني ناتاشا وليلى في نص الملعب هم قدام حضراتكم، في وسطهم لاعبة الدايرة، وعلى شمال ناتاشا تصويبة تاني من فالما بس المرة دي على شمال منا، ارتقاء عالي وتصويبة بالرغم ان ليلى كانت عاملة مقابلة معاها، لكن تصويبة تحرز بيها الهدف ال 17 لصالح بترو أتلت. ماتيا هتعدي وتعدي وتشوط وتمرر وتحصل على تمر من الدفاع وتحصل على الرمية الجزائية، وإيقاف دقيقتين. اهي شايفين الإعادة اللي فيها كل الإفادة على رقم 92 سوزيت إيزابيل بفنت الدوران اللي برشاقة ومهارة ومرونة ماتيا تحصل بيها على رمية جزائية، وإيقاف دقيقتين على إيزابيل، وتسجل ماتيا الهدف ال 13 لصالح النادي الأهلي. أهي الإعادة على يمين حارسة المرمى أرضية بتعانق الشباك الأنجولية، ويبقى الفارق دلوقتي 4 أهداف، 17 بترو أتلتيكو 13 النادي الأهلي. ونزلت كريستيا، كريستينا دلوقتي في صناعة اللعب والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي اهو، وادي طاقم التحكيم بيوقف الملعب وبيدي تحذير لليلى والايضا استيفانيا ان ما يبقاش فيه يعني عنف من كلا اللاعبات سواء كانت الهجومية او الدفاعية. مرمى خالي ولو قطعنا الكوره الخطا هيكون غالي، وهيبقى المرمى ما قداموش حل غير انه يستقبل كوره النادي الاهلي في الشباك. وادي تاني اختراق وتعمق كده من كريستينا في عمق الدفاعات الاهلاويه وتحصل منها على رميه جزائيه، وادي ناتاشا بتتكلم مع طاقم التحكيم وهي خارجه كده عشان تعمل التغييره الدفاعيه والهجوميه بتاعتها، مش عاجبها طبعا القرار. وادي الرميه الجزائيه هتلعبها رقم 14 تياني كاسترو في مواجهه منة الله سيد في مواجهه ومنة، وتتصدى منة بالكوره
هي الاعاده اللي فيها كل الافاده، لكن الكوره كانت قافله من المرمى واللاعيبه حاولت تحطها لها ارضيه بند في الارض، لكن قويه وتطلع بره الثلاث خشبات بعد ارتطامها بالعرضه وتبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. يلا يا بنات عايزين نجيب الكره دي في الشباك بقى، وادي كوره توصل لامينه، وادي رميه جزائيه وايقاف دقيقتين، اكيد اكيد فيها ايقاف دقيقتين على اللاعبه رقم 8 رقم 6 لا رقم 8 نيرة جوانا، حصلت على الرمية الجزائية وإيقاف لمدة دقيقتين. إن شاء الله نسجل الهدف ده يقل الفارق، وكده هيبقى هم عندهم نقص في العدد 2 لاعبات، وتسجل فعلا ماتيا الهدف ال 14 لصالح النادي الأهلي، 17 بترو اتلتيكو. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، 14 الأهلي، بنلعب في الدقيقة 12، وكده في أربع لاعبات في المرمى، وطلعت أمينة تلعب دفاع 5-1 متقدم، أو ابتدى النادي الأهلي يلعب 1-5 بإن المدافعات تقف على التسعة متر عشان يمنعوا التصويبات، ونزلت لاعبة دلوقتي وتتصدى منا بقى لتصويبة كريستينا، هايلة منة الله سيد حارس مرمى النادي الأهلي اللي عاملة الفارق، حتى لا تقع وتقع، والسرعة اللي بقول لحضراتكم عليها، والفارق ما بين السرعة والتسرع، تسرع من تقع وتصوب تصويبة قوية لكن في إيد حارسة المرمى، وتمنع الكورة من الوصول للشباك وتمنع أن الفارق يقل إلى فارق هدفين. طلعت دلوقتي برضو حارسة المرمى ونزلت اللاعبة عشان يهاجموا بست لاعبات وما يبقاش عندهم نقص هجومي في العدد لبترو اتلتيكو. ادي شايفين حضراتكم اللاعبة اللي بتجري بره دي عشان الجناح، عشان ترجع تخرج وتنزل حارسة المرمى مكانها عشان الهجمة لو قربت على الانتهاء. صفارة وفاول ورمية حرة لصالح بترو اتلتيكو. كان في دفاع قوي من تقى وناتاشا على كريستينا اللي راحت في الباك رايت، هي اللي معاها الكوره ورجعت تاني في مركزها، وتروح الكوره وتصويبه وتتصدى لها البلوك وتلمها ماتيا وتعمل الفاست بريك هايل الى امينه هشام اللي حاولت تحط الكوره من تحت اقدام حارسه المرمى اهي، لكن قفلت رجليها تريسا دلميدا وما قدرتش هجوم النادي الاهلي ان هو يسجل الهدف ويقلل الفارق عشان يفضل الفارق 3 اهداف زي ما هو 17 بترو اتلتيكو 14 النادي الاهلي. كريستينا وليلى ودفاع قوي وصفاره، وفي ايقاف دقيقتين على ليلى، واستغراب واستعجاب ليه الايقاف، لان بيقول اشارته اهي ان كان في دفاع على الرقبه من الرقبه، لكن بتحصل ليلى على الايقاف الدقيقتين ليلى هيثم، وكده النادي الاهلي بيلعب ناقص عددي. هل هيستغلوا بترو اتلتيكو في الحاله الهجوميه؟ وفعلا بيستغلوا ويمرر كره على الدايره لاستيفانيا ويحرز بيها الهدف ال 18. وخرجوا بقى يلعبوا مان على ماتيا 5-1 مان تو مان، وادي دونجو كامارا لتقى لماتيا اللي طلعت تاني بعد ما نزل وتمرر الكره على الجناح وتصوب، لكن تتصدى تريسا دلميديا بنجاح لتصويبه مين؟ امينه هشام رقم 4 الجناح الشمال الوينج ليفت للنادي الاهلي. ونزلت دلوقتي فرح حازم في الجناح مكان امينه، تاني كوره توصل للجناح الوينج ليفت رقم 8 نيرا جوانا، وتتصدى منه بكل بساله ومهاره
وتطلع رمية جانب لصالح بيترو أتلتيكو. كريستينا فيلما دي سيلفا باختراق من عمق الدفاعات الأهلوية كده بين واحد واثنين تخش إيزابيل وتحرز الهدف التسعتاشر. زاد الفارق تاني، رجع إلى 5 أهداف بعد ما أحرز بيترو أتلتيكو هدفين متتاليين. استغل النقص العددي في صفوف النادي الأهلي. نزلت رنا راضي في الظهير الأيسر الباك ليفت دلوقتي، ودونجو كامارا في نص الملعب، وعلى يمينها ماتيا. وادي دونجو هتحاول تعدي، ورانا راضي ليه فرح حازم اللي نزلت فيه الجناح زي ما قلت لحضراتكم في الوينج ليفت. نزلت ليلى بعد انتهاء الايقاف بقى خلاص. دلوقتي ماتيا هتحاول تعدي وتلعب لدونجو كامارا وتصوب وتحصل على الرميه الجزائيه، وهيبقى فيها ايقاف 2 دقيقة ايضا على مين؟ على 92 ايزابيل. دي لسه نازله، ما لحقناش نرتاح منها في هجوم النادي الاهلي، الا انها ايه كان فيها دفعه من الخلف في الاعاده اللي فيها كل الافاده الحقيقه ورميه جزائيه. لا، بيحتسب الحكم فاول، رميه حره مش رميه جزائيه. بيطلب رمية حرة فاول، برغم ان تم تغيير حارسة المرمى، طلعت على اساس ان هي رمية جزائية. استأنفنا اللقاء مع حضرتك. يا ترى يا رب ان شاء الله يأدوا بناتنا ويوصلوا الى الاستفادة من النقص العددي في صفوف بيترو أتلتيكو. فعلا بتنجح دونجو كامارا، بتعمل تمويه كده بالتمرير للجناح لامينه، لكن ترجع ايديها وتروح وتصوب على يمين حارسة المرمى رقم 12 ماريليا كوازيليتي اللي نزلت. وادي جانب من جمهور النادي الاهلي اللي بيتابع وبيشجع فريقه وبيتمنى لهم كل التوفيق، وما سكتوش الحقيقه. 19-15 والهجمه مع بيترو أتلتيكو. جوانا فيلما دي سيلفا في الباك ليفت، وبتطلع جوانا هي عشان تنزل حارسه المرمى. فيلما دي سيلفا تصوب من رايحه مع الكوره قافله مرماها تماما وتطلع بره الملعب، رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي جانب كده من الحضور في المقصوره الرئيسيه، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وتوصل الكوره. وادي الكابتن خالد مرسي مدير فرع النادي الاهلي بالجزيره، المقر بالجزيره، والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق. وقع ماتيا على الارض تتالم الحقيقه، ونزلت لها الكابتن زينب عبد الحليم وبتقومها تريسا دي ديلميدا حارسه مرمى بيترو أتلتيكو. نجحت ليلى مشاهدينا الاعزاء. وادي طالعه ماتيا وتبكي يعني من الام العنف في الحاله الدفاعيه. وادي الكابتن محمد عادل بيسال على الايقاف 2 دقيقة. وكده ليلى نجحت، واضح يعني الإصرار على لاعبات النادي الأهلي والجمهور اللي بقول لحضراتكم لم يتوانى ولم يكل أو يمل وما سكتش. واتلعبت الكورة 19 بيترو أتلتيكو 16 النادي الأهلي. بنلعب في منتصف الشوط الثاني، من النص الثاني من الشوط الثاني، واحنا في الدقيقة 17 مشاهدينا الكرام. لسه بيترو أتلتيكو عنده ايقاف 2 دقيقة لكن بره حارسه المرمى، وطلعت اللاعيبه عشان تخرجها دلوقتي. وادي منه تتصدى وتلم تعمل متابعه فرح وفاول، وتلعب على طول لدونجا كامارا. ومنه الحقيقه دونجا رايحه وهتروح دونجا وتصوب دونجا كامارا ودفاع، ومفيش اي عقوبه ولا اي حاجه، كان فيها مقابله قويه من شايفين حضراتكم اهي، كان فيها دفع من الخلف، وبرضه هنا كان فيها دفاع قوي من 95 تريسا
بتحصل دونجا على الصفارة والفاول والرمية الحرة. اكتمل دلوقتي بيترو أتلتيكو بعد الإيقاف بفارق 3 أهداف. عايزين نأكد الهجمة دي في الشباك عشان يقل الفارق إلى 2 ونصدر القلق. وآدي دونجا كمارة لأن رانا دخلت في عمق الدفاعات فقفلت زاوية التمرير، فبالتالي وقع باصت دونجا كمارة الكرة وعملت خطوة زيادة ولمها على طول كريستينا رقم 9 وراحت فاست بريك وأحرزت الهدف ال20. لسه مش قادرين نكسر حاجز الثلاث أهداف الفارق وبيرجع تاني لأربع أهداف. وآدي دكة بدلاء وبنك احتياط بيترو أتلتيكو بيحيوا فرقتهم وبيشجعوهم طول اللقاء. دونجا لرنا راضي وتصويبة سريعة بقى ثبتة من رنا راضي قبل ما تاخد الارتقاء، طالما هي بعيدة عن حارس المرمى على طول بتعانق الشباك اهي، ما بتقدرش ما بتلحقش تجيب الكورة، لكن الكورة لو في متناول جسمها بتتصدى لها بكل أريحية وكل سهولة. رجع تاني الفارق 3 أهداف، 17 الأهلي 20 بيترو أتلتيكو. نلعب في الدقيقة 18 من زمن وأحداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي. وآدي كريستينا لفيلما دي سيلفا لتريسا لفيلما هتحاول تصوب وناتاشا والدفاع وفاول وصفارة ورمية حرة لصالح بيترو أتلتيكو. لعبت الرمية الحرة استيفانيا لعبت كريستينا لتريسا للجناح وهذه إشارة اللعب السلبي وتمريرات وتصويبة بقى من كريستينا على طول على يمين منا الهدف ال21. احنا شايفين الخداع بان هي هتمرر ليه لعبة الدايره كده، عملت الفنت التهويشه كده ان هي هتلعب ليه لعبة الدايره، فراحت ليلى فتحت لها المساحه فراحت ارتقت على طول وصوبت واحرزت الهدف ال21. دونجو كمارا لرنا راضي لامينه صفاره وفاول ورميه حره. رنا راضي لدونجو كمارا لرنا راضي وتصوب رنا وتتصدى تريسا دي الميديا وصفارة ورمية حرة لصالح بيترو أتلتيكو. اتلعبت وعلى مهلهم خالص رايحين طبعا عايزين يحافظوا على فارق الأربع أهداف ويستغلوا الوقت في مصلحته. كريستينا لفيلما دي سيلفا وتقع الكرة من إيده وتطلع رمية جانب التمريرة العرضية رمية جانب لصالح النادي الأهلي تقع لرنا وبيطلب منها ان الكوره تتلعب من مكانها وتدوس على خط الجانب تقع لرنا راضي ونزلت الشواربي شهد على الستة متر لاعب الدايره امينه لكماره لامينه لكماره تانية ايه ونزلت ماتيا وبتطلب اهي من امينه ان هي تعمل التقاطع وتطلع من خلفها وتنزل على الدايرة عشان تعدل وتروح وتعمل زيادة لرنا راضي وتصوب رنا وتسجل رنا الهدف ال18 لصالح النادي الأهلي. اهي التصويبة أرضية ما تقدرش تريسا دلميديا ان هي تعمل لها حاجة طالما هي أرضية وبعيدة عن رجليها او ايديها. سجل منها الهدف ال18. عايزين نقطع الهجمه دي. يلا يا بنات يلا يا بطلات. وادي بترد على طول فيلما دي سيلفا رقم 11 عملت الخداع وتغيير الاتجاهات واستغلت الثغره اللي كانت ما بين شاهد الشواربي وما بين ناتاشا في مركز 3 الدفاعي واخترقت وتوغلت وصوبت واحرزت الهدف ال22. دقيقة 21 من زمن الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. دونجا كمار لرنا راضي شاهد لدونجا لماتيا هتعدي وتفوت تلعب لدونجا وادي دونجا هي ماتيا بتطلب من شاهد ان هي تفتح وتروح في الناحية الثانية بين واحد واثنين ومن ماتيا لرنا راضي اللي بتخترق بقى المره دي وبتصوب
تصويبه بأداء غير عادي، استلام الكرة بإيد واحدة وراحت خدت الخطوات والجمب والتصويبة على شمال تريسا ديلميديا وتسجل وتحرز الهدف ال19. يلا يا بنات لسه متبقي في نقدر، أيوة نقدر، يسوي كام نسر الأهلي اللي دائما في العالي يقدر يعمل الريمونتادا، وادي كريستينا وتقع الكوره وتلمها ليلى وتروح شاهد الشواربي لوحدها وحاولت تعمل التمريره لرنا راضي وبتطلب منها تقوم على طول. ان شاء الله نسجل ونحرز هذا الهدف من الهجمه دي، وادي الكوره على مهلين وتلمها تاني فرح حازم وتلعب وصفاره وفاول تلعب على طول لرنا راضي لماتيا وبتطلب من رنا تيجي في نص الملعب وتطلب من فرح حازم ان هي تقطع على الدايره. شهد هتطلع تاخد من ورا وادي رنا لامينه لرنا راضي لدونجو كمارا، عايزين الكوره دي مهمه ومن رنا لكن تمريره يعني وكان فيها، وادي كوره سابتها اللاعبه عشان تخرج تغير بالرغم ان هي رمتها ما سابتهاش مكانها، وادي ماتيا تاني بعد الهجمه وادي فاول عكسي على ماتيا وعلى مهلها خالص تريسا ديلميديا. واضح ان في حاجه في الرقم ده بتاع فارق التلات اهداف، ان شاء الله نقدر نتغلب ونوصل ونعمل الريمونتادا ونحسم هذا اللقاء لصالحنا اللي ما زال حتى الان التقدم لصالح بيترو اتلتيكو 22 مقابل 19 لنادي الاهلي. وادي تايم اوت بيطلبه المدير الفني والجهاز الفني لبيترو اتلتيكو نيتو ادجار داسيلا وايضا مارسيل زانجاتا عشان يطلب التايم اوت ونشوف هيقول ايه الفريق. وادي الكابتن محمد عادل بيدي توجيهاته وتعليماته الى ادي اهو 22 بترو و19 النادي الاهلي، لكن التايم مش واضح على الساعه لان اللي بيبقى شغال في هذه اللحظه هو تايم الوقت الاضافي التايم اوت بتاع التايم بتاع السكور الوقت الاضافي عفوا مشاهدينا الكرام، فده اللي بيبقى مدته دقيقه طبعا، فده اللي ظهر قدام حضراتكم عشان نشوف اذا كان التايم اللي على الشاشه قدام حضراتكم ماشي مع ساعه الملعب ولا لا. احنا بنلعب هنا قدام حضراتكم اهو على الشاشه في الدقيقه 23 من زمن واحداث الشوط الثاني، انتهى الوقت المستقطع تايم اوت اللي طلبه بيترو اتلتيكو. وهنستأنف اللقاء كريستينا لفيلما دي سيلفا لتريسا اللي جت في نص الملعب وراحت ايزابيل في الباك رايت كريستينا، وادي كريستينا هتحاول تعدي وتوصل الكره للجناح تقع من ايدها تلمها رنا على مهلنا. في فرق بين السرعه والتسرع يا بنات، عايزين ناكد ونضمن. وادي رنا كنا هنعمل خطوه زياده، وادي ماتيا حاولت تعمل الدوران لكن دفاع وصفاره وفاول ورميه حره تاني لصالح النادي الاهلي. ماتيا لدونجو كامارا، لو كسرنا فارق الثلاث اهداف ده ان شاء الله نقدر نعمل الريمونتادا ونرجع في اللقاء ونحسم اللقاء لصالحنا مشاهدينا الكرام. دونجو كامارا تتوغل وتخترق وتسجل دونجو كامارا بنت السنغال الباره دونجا كامارا محترفه النادي الاهلي اهي راحت عملت الدريبلايه وعملت التمويه ان هي هتمرر لرنا راضي، خلت رقم اثنين الدفاعيه تفتح المساحه وتخترق كامارا وتسجل. وادي نصر عيد عبد الملك بتطالب كل الجمهور والحاضرين في صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي ان هم يشجعوا، وكوره تاني من كريستينا على الدايره الى استيفانيا تحرز بيها الهدف ال23 عشان يرجع الفارق تاني الى ثلاث اهداف 23 بيترو اتلتيكو 20 النادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه 25 من زمن واحداث الشوط الثاني. شهد لرنا راضي لكامارا لماتيا
لدونجا كامارا وتصوب دونجا، لكن بقول لحضراتكم هي ما تصدتش للكوره، هي الكوره اللي صدت جسمها. يعني طالما في مستوى جسمها اي كوره ما بتعديش، لكن لو بعيده شمال يمين فوق تحت بتعانق الشباك فعلا. تاني بيترو اتلتيكو وتاني الدفاع الاهلاوي، يا ترى هينجح انه يقطع الهجمه دي ويمنعها من الوصول للشباك الاهلاويه؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم واحنا خلاص بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير من الشوط الثاني. ليلى هيثم والدفاع القوي والصفاره والفاول والرميه الحره لبيترو اتلتيكو. يلا يا بنات احنا خلاص، وادي اشاره اللعب السلبي. كريستينا ما تصوبش، خلاص بتبقي باصة واحدة تمريرة واحدة فقط، ثم لازم التصويب بعد كده. اتلعبت وسابتها وصوبت وفي حائط الصد وتبقى رمية جانب، ولسه خلاص لازم تصويب بقى على طول، مفيش تمرير، وتصوب وتتصدى منا وتتصدى منا تاني، وتعمل ليلى متابعة للتصدي منا وتلعبها لمنا لدونجا كامارا، وتروح دونجا وتصوب بره الثلاث خشبات، حاولت تأكد كرتها لكن ترتدم بيه القائم الأيمن لتريسا ديلميديا أهي، وطلعت بره الملعب رمية مرمى لصالح بيترو أتلت. دقيقة 27 مشاهدينا الأعزاء، كريستينا لفيلما لتريسا لكريستينا تاني في نص الملعب، وليلى والدفاع، كريستينا والاختراق، وفيها بيطلب رجوع الملعب كده، وعادي فيلما دي سيلفا لتريسا لفيلما لكريستينا تاني، فيلما وتخترق فيلما وتصوب وتعرف وتسجل الهدف ال 24. رجع الفارق تاني الى 4 اهداف. ماتير مفيش وقت ان احنا بقى نلعب، ولكن تايم اوت على طول بيطلبه الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني للنادي الاهلي عشان يدي تعليماته لفريقه، اللي الحقيقه اللي نجمات النادي الاهلي ادوا بطوله قويه، ادوا مستوى فني عالي، وطبعا وكون وصولهم الى المربع الذهبي واللعب مع الكبار ونوصل الى السيمي فاينال والدور قبل النهائي، ده في حد ذاته انجاز الى نجمات النادي الاهلي وبطلات النادي الاهلي اللي بندي لهم كل التحيه على وصولهم الى هذا المستوى في هذه البطوله، لاول مره يوصلوا إلى الدور قبل النهائي على مستوى السيدات. والحقيقة نحاول، يعني احنا الفارق 4 أهداف، مفيش مستحيل في كرة اليد، ونتمنى إن نقدر نوصل، ولكن يعني في حالة عدم الوصول إلى الريمونتادا والتعادل والتعديل يعني ما نقدرش نقول لهم غير هارد لك، وأداء مشرف وقوي الحقيقة لنجمات النادي الأهلي. استأنفنا اللعب مع حضراتكم والكورة مع النادي الأهلي، دونجو كامارا الماتير لكامارا لرنا راضي، هتصوب راضي وفي القائم الأيسر وتبقى رمية جانب لصالح بيترو أتلتيكو أهي الارتقاء، وكان في بلوك وتيجي في على شمال تريسا ديلميديا حارسة المرمى وتبقى رمية جانب، لعبها على طول بيترو أتلتيكو، ولعب الكابتن زولا هجم دفاع 5-1 أو 4-2 على كريستينا وعلى بره الكورة بره الملعب، والحكم احتسبها هدف لكن رجع في قراره وحسبها رمية مرمى، وتوصل الكورة لأمينة وتخش أمينة بتصويبة ثمينة وتسجل الهدف الـ21، متبقي دقيقة ونص على زمن وأحداث الشوط
الثاني مشاهدينا الكرام، عايزين نشوف ساعة الملعب هل هو المتبقي فعلا دقيقة ونص ولا ايه؟ يا ريت مخرجنا دكروري محمد نشوف الكلام ده من الملعب. تصويبة تاني على طول، تريسا تصوب وتسجل الهدف 25. نلعب في الدقيقة 30، آخر دقيقة من زمن أحداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. 25 بيترو أتلتيكو، 21 الأهلي، فارق 4 أهداف. رانا راضي جت في نص الملعب وكمارا راحت في الباك الليفت الظهير الأيسر. ليلى على الدايرة لكمارا لرانا، هتروح رانا هتصوب، لا بترجع ليه كمارا، هتحاول تعدي ليه ماتيا وبره كبريرة مش مظبوطة وتبقى رمية جانب لصالح بيترو أتلتيكو على مهلهم. طبعا النادي الأهلي لسه بيلعب 4-2 دفاعية بخروج مان تو مان كده على رقم 11 ورقم 9 على فيلما دي سيلفا وعلى كريستينا، وتجري من أمينة وتعمل الزيادة وتخترق إيزابيل، لكن تتصدى منه وتلعبها لتقى لرنا على الدايرة لليلى وتصوب ليلى، لكن تتصدى دي سيلفا ومعها صافرة أحداث نهاية اللقاء بفوز بيترو أتلتيكو 25-21 للنادي الأهلي. هارد لك للنادي الأهلي وإن شاء الله حظ أوفر في اللقاء القادم اللي هيبقى على المركز الثالث في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 99. أداء مشرف، أداء قوي، شكرا لنجمات النادي الأهلي على أدائهم في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، وعلى أمل إن شاء الله التوفيق والوصول إلى المركز الثالث وتبقى نتيجة جيدة لسيدات النادي الأهلي وأول وصول للمربع الذهبي. وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، على أمل اللقاء بكم في لقاءات قادمة. وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، والميكروفون يطير إلى الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن مي هشام والكابتن سلوى محمود، فإليهم الميكروفون.